التركي المباشر على الأراضي الليبية يعتبر جريمة وخيانة وطنية. كيف سيتم التعامل مع من تورطوا في هذا الموضوع؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية لك وتحية لمشاهديك الكرام. قضية التدخل التركي بجديد، هذا قديما جديد. السؤال الأول، من وراء استجلاب الأتراك لليبيا، ومن هم المسؤولين الذين دعوا الأتراك لكي يدخلوا ليبيا؟ دل على شيء، دل هناك أناس ليبيين هم من ساعدوا الأتراك لدخول ليبيا، ونحن جميعا ندرك تماما أن جميع المفسدين ربما هم كانوا السبب في إدخال الأتراك. سيد علي، إذا كنت تستمع إلي، إلى الشارع الليبي، واليوم أصبح جلي واضح عندما نرى البواخر التركية ترسل في بعض السيارات المدرعات إلى ليبيا، وأيضا لاحظنا كثيرا من الإقلاعات من أنصار إلى مصراتة وكذلك إلى طرابلس لرفع الأسلحة والدخائر من تركيا إلى ليبيا. وأيضا السيد أردوغان أعلن صراحة في التدخل السافر في ليبيا دون أسلحة، وكانت هناك مشادة كلامية داخل البرلمان التركي بخصوص ما يجري في ليبيا. من هنا ندرك أن اليوم الأتراك بالدرجة الأولى، وخص بذكر حزب العدالة والتنمية، بدأ يفقد في سيطرته داخل تركيا، فقد حوالي 3 مدن كبرى، وأخيرا كانت مدينة اسطنبول التي تم الإعادة الانتخاب فيها للمرة الثانية بعد كانت خسارته لا تتجاوز 13,000 صوت فارق الأصوات، بينما في الإعادة الانتخابات فقط حوالي 800,000 صوت. ندل على شيء، ندل الآن بدأ هذا الحزب يتآكل في تركيا. وفي نظري تحدث السيد أردوغان على ليبيا اليوم، ربما تكون هناك بوصلة أخرى لاهتمام بالشان الداخلي، ويدرك تماما الإدراك أن الجيش الليبي سوف ينتصر داخل ليبيا وسوف ينهي هذه الصراعات داخل ليبيا على القاطع التركي أو الرئيس التركي الآني بنفسه. من هنا ندرك أن الشعب الليبي ربما منهم يدركون ومنهم لا يدركون ما يجري في ليبيا، أن الأتراك بالفعل قد صوبوا أسلحتهم وبنادقهم داخل ليبيا، مش حبب الشعب الليبي بقدر محبة في أرزاق الشعب الليبي وخيرات الشعب الليبي. ولكن أقول لهم، هيهات هيهات، جيشنا بحول الله تعالى سوف ينهي الصراع داخل مدينة طرابلس، وسوف تعود ليبيا إلى أحضان الوطن بمشيئة الله تعالى. طيب سيد علي، لم تجب على سؤالي، ألا وهو كيف سيتم التعامل مع من تورطوا في إدخال هذا التدخل التركي إلى ليبيا؟ أنا أشرت إلى سؤالك، وقصد ذكر جماعة الإخوان المفسدين هم السبب الرئيسي في إدخال الأتراك، وكذلك الليبية المقاتلة، وكذلك هناك جماعات النفعية المهتمة بسرقة المال الليبي. بكل تأكيد اليوم من يحارب الجيش هذه الجماعات التي يرعاها ويدعمها الجانب التركي يدرك تمام الإدراك أن لو خسرت هذه الجماعات سوف يخسر، ولكن أقول لك سوف يخسر هذه الحرب أمام شراسة جيشنا وأبنائنا الوطن. ومن هنا أن جماعة الإخوان بكل تأكيد فقدوا بوصلتهم، هم من ساعدوا وساهموا الأتراك لدخول ليبيا. لا ندع بعيدا عندما نقول الإخوان المفسدين في ليبيا، بالأمس القريب مجلس النواب جرم هذه الجماعة كجماعة إرهابية، كذلك الليبية المقاتلة وهي التي خرجت من رحم جماعة الإخوان، كذلك أم إرهابيين. أنا أقول لك بإذن الله تعالى ما توصلنا على إنهاء الحرب هذه أسابيع وليست أشهر بحول الله تعالى. طيب وعلى الأتراك تمام الإدراك أن ليبيا ليست لهم، ليبيا هي الليبيين. دوركم أنتم سيد علي كجهة تشريعية في البلاد إزاء كل ما يحدث في العاصمة طرابلس؟ نحن دورنا دور أساسي، وهو دور سياسي لا أكثر ولا أقل. نحن دعمنا المؤسسة العسكرية بمكافحة الإرهاب، بالأمس القريب عندما مجلس النواب جرم هذه الجماعة كجماعة إرهابية ندل على شيء، أنه هناك دعم سياسي حقيقي للمؤسسة العسكرية، ولازلنا ندعم المؤسسة العسكرية لإنهاء الصراع في ليبيا وتطهير طرابلس من هذه الجماعات. مجلس النواب لازال مستمر في دعم المؤسسة العسكرية. مجلس النواب دائما وحريص كل حرص على وحدة البلاد، ومن هنا ندرك لا أحد يستطيع أن ينكر ما قام به الجيش، وأيضا لا أحد يستطيع أن ينكر ما قام به مجلس النواب من الدعم السياسي للمؤسسة العسكرية مباشرة دون استثناء. أشكرك علي السعيدي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.